مساكم الله بالخير. اليوم احنا متواجدين في مركز شفاء البديع الطبي، عندهم عروض قوية، وبيكون موقع المستشفى على شارع البديع مدخل الدراز مشاهد صيدلية الرويان. طبعا هني داخل المستشفى بيكون عندهم في الطابق الأول الطب العام والمختبر، الطابق الثاني طبعا بيكون عندهم قسم الأسنان. حفاظا على صحة الكستمر شيء يكون الحرارة أول ما تدش. ومن العروض القوية اللي عندهم إنه فحص فيتامين د 5 دينار فقط مع استشارة الطبيب بتكون مجانا، وفحص 10 دينار بتكون فحص دم شامل، مستوى الدهون، وظيفة الكبد، وظائف الكلى، وهرمون تحفيز الغدة الدرقية، والسكر، وروتين البول. الاستشارة طبعا بتكون مجاني، كل هذا ب10 دينار. عندهم هنا عرض 5 دينار، فحص الدم، فحص البول، الكوليسترول، حمض اليوريك، فحص السكر، الطول، الوزن، وضغط الدم، كل هذه ب5 دينار مع استشارة الطبيب بتكون مجانية. نصور لكم غرفة المراقبة أو المعالجة. شوفوا الأسرة، الأدوات الطبية اللي عندهم كلها نيو، والتنظيف والتعقيم بشكل مستمر بعد الانتهاء من معاينة أي مريض. نصور لكم الطابق الثاني اللي فيه قسم طب الأسنان. حفاظا على صحة الكستمر شيء يكون الحرارة أول ما تدش. العروض الموجودة عندهم في قسم طب الأسنان: تنظيف تلميع 3 دينار فقط، الحشوة الدائمة 13 دينار، والحشوة التجميلية بتكون ب20 دينار، علاج تقويم الأسنان القسط الشهري ب20 دينار بدون مقدم، الخلع الجراحي يبدأ من 20 دينار، خلع الأسنان الحالات البسيطة يبدأ من 9 دينار، تلبيس الأسنان سيراميك 45 دينار، زيريكون 85 دينار، تنظيف وتلميع وتبييض الأسنان زوم زائدا استشارة الطبيب بتكون ب59 دينار، علاج عصب الأسنان يبدأ من 40 دينار إلى 70 دينار، تبييض الأسنان 40 دينار فقط. طبعا كل هالخدمات يقدموها ويستخدموا مواد عالية الجودة. عندهم خدمة الدفع بالبنفت وبالماشين كارد، علاوة على الكادر الطبي المتميز اللي عندهم، عندهم أجهزة طبية حديثة وجديدة. وأخيرا والمفاجأة اللي موجودة عندهم، اللي تقريبا بتكون أول مرة في البحرين، إن إذا لم تكن راضي عن الخدمات اللي يقدموها لك، كل ما عليك إنك بس تخبر الاستقبال بتكون كل خدماتك مجانية. صورنا لكم المركز من داخل، طبعا المركز بيكون نظيف وجديد وخدماته جدا رهيبة، وحياكم وإن شاء الله تعجبكم العروض. طبعا موقع المركز نفس ما خبرناكم بداية الفيديو بيكون على شارع البدية مشاهد صيدلية رويان. ودمتم في رعاية الله وحفظه.